اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. مستر مارتن، السوشيال ميديا دلوقتي بقت في عالمنا حاجه مهمه جدا، وحاجه الكل بيتابع السوشيال ميديا. هل اولا انت عندك حاجه على السوشيال ميديا؟ تويتر، انستغرام، فيسبوك، موقع خاص بيك؟ tengo فيسبوك pero para información. انا عندي حساب على الفيسبوك ده تويتر pero lo cerré. وكان عندي تويتر لكن قفلته. ينو اسو موندو كي نو 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 مي سينتو موي كومودو. ده عالم ما بحسش بيه بالراحه عاده. عشان كده قفلته. سي مي باريسي كي نو نو با كونميغو. انتيندو دي كي مودرنو، انتيندو كي لو جوفينيس ممكن يكون حاجه مودرن. تيني اونا اونا ريلاسيون موتشو ماس ديريكتا، موتشو ماس دينامكا. بتدي ديناميكا للشباب. بيرو نو نو مي سينتو نو مي سينتو كومودو. لكن ما بشعرش بالراحه. para ver información. لكن في الفيسبوك ممكن عشان خاطر اشوف بعض المعلومات. بتتابع طيب تفاعل الجمهور ولا لا؟ ولا كده انت ما بتتابعش خالص تفاعل الجمهور على السوشيال ميديا، جمهور الاهلي يعني على السوشيال ميديا؟ No. احسن حاجه لا للاسف. No, es algo que me enseñaron. دي حاجه اتعلمتها. De los maestros, de los mayores. اللي من اساتذتي اتعلمته. Y el entrenador para mí debe mantenerse ajeno a todo eso. دايما المدرب او المدير الفني يكون بعيد عن ده. Ni que te pasen la mano por encima. ولا حد يقول لك انت عملت كويس. Ni que te claven un cuchillo. ولا يطعنك. Uno tiene que mantenerse y ser estar conforme con uno mismo. دايما يكون راضي عن عمله. Siempre con autocrítica. ويكون عنده نقد ذاتي لنفسه. Tratando de mejorar. ويحاول التطور. Y con las decisiones y los pensamientos de uno. والقرارات بتكون مني انا. Lo demás, bueno, son opiniones y hay que valorarlas y nada más. الباقي هي عباره عن اراء. يعني اراء فقط لا ممكن اخذها. يعني وائل ما بيغششكش؟ وائل ما بيغششكش؟ No, no te entendí, Gabri. ¿Qué? Que yo, Gabri, como Gabri. ¿Alguna cosa me dices? في حاجات فعلا بقولها. انا متاكد طبعا لانه ده دوره الحقيقه ان هو eres un filtro. انا بالنسبه له بدي له بعض المعلومات فقط. طبعا انا فاهم ده كويس. لكن اذا لا تفاعل مع السوشيال ميديا ولا تفاعل مع. وحضرتك بتتكلم دلوقتي كلمتني عن ان هناك اساتذه اتعلمت منهم هذا الكلام، ممكن تقول لنا ابرز الناس اللي انت اتعلمت منهم كره القدم او تدريب كره القدم مين؟ Bueno, los entrenadores que uno tuvo. المدربين اللي كانوا مدربيني عامه. A ver, yo primero que yo jugué en otra época. انا لعبت في فتره ثانيه، فتره سي había televisión, سي radio, سي periódicos. كان في تلفزيون وراديو وصحافه. كان في تلفزيون وراديو بالعافيه. Bueno, casi apenas había radio y televisión. Y, pero bueno, este, entonces era diferente, era distinto. كان الوضع مختلف تماما. Este mundo me ha tomado ya como entrenador a mí ya trabajando. العالم الجديد ده هو جالي وانا مدرب. Y en un determinado momento me di cuenta de que no era sano. في وقت معين حسيت ان ده مش حاجه صحيه. Estar continuamente viendo lo que otros dicen, opinan, comentan. انك تبقى متعلق دايما باللي بيقول الاخرين ده. Y prefiero mantenerme más en mí mismo. انا بفضل ان انا اركز مع نفسي. Y escuchando sí a la gente que uno tiene alrededor. واستمع للناس اللي حواليا فقط. Pero nada más que eso. لكن ليس اكثر من ذلك يعني. طيب.